في كل مكان معا في لقاءات بطولة أمم إفريقيا، البطولة الحالية 31 هنا في الجابون بالتحديد 2017، معا في آخر لقاءات الدور الربع النهائي ما بين مصر أول المجموعة الرابعة وصاحبة السبع ألقاب والوصافة مرة واحدة وغياب ثلاث بطولات، ولكن عادت بالباب الكبير أمام منتخب المغرب ثاني المجموعة الثالثة والذي حقق لقب 76 ووصافة في عام 2004. ملعب فول جانتي أمامنا في هذه اللحظات، الجماهير المصرية، الجماهير المغربية، ديربي شمال إفريقيا، كل التوفيق للمنتخب المصري في هذه المباراة، ونتمنى إن شاء الله تكون مباراة تحظى بالروح الواجهة مع المنتخب المغربي اللي كان حرم من تنظيم 2015 بسبب مرض الإيبولا ورفض المغرب في ذلك الوقت اللي نقلت إلى غينيا الاستوائية. أمامنا هنا الجابون في هذه اللحظات بتنظم البطولة رقم 31 في انتظار إن شاء الله النسخة القادمة في الكاميرون 2019. بعد اللقاء ينطلق عصام الحضري والتشكيلة المصرية، اليوم أحمد فتحي في وسط الملعب مكان النني والدفع من كريم حافظ، لأن محمد عبد الشافي يعني لم يشفى بعد من إصابته اللي كانت لحية في النسخة الماضية. انطلقت المباراة على بركة الله، كل التوفيق لمنتخب مصر في هذا اللقاء إن شاء الله. جابر رأسية محاولة تمتد وهذه فرصة محمدي وتغير اتجاهه، فرصة أولى أحمد المحمدي يا راجل، حط وشك رجلك أقوى من كده يا راجل، سلم أقوى من كده، أدي أمامنا أول كورة، أول فرصة أحمد اليوم جايب هدفين في المباراة الدولية. أدي انطلاقة من منديل خطيرة، كرة عرضية خطرة جدا، سرعة عند حمزة منديل أمامنا هنا في اللقطة الماضية، انطلاقة أول لقاء لي كان أمام ساوتومي في التصفيات المؤهلة، مجموعة اللي كانت تعب وخطيرة، ولكن المرة دي تغطية ممتازة الحقيقة من كريم حافظ. لسه صراع قائم لخلفة الحجازي، تريزيجيه المحمدي، عرضية حلوة، مروان نقطة، مروان ترجع لتريزيجيه، يا فرصة تضيع من تريزيجيه، الفرصة الأولى، فرصة حلوة. هذه أمامنا هنا حارس المرمى نومانتيا بيلعب في الدوري الإسباني، اللاعب اللي في نومانتيا درجة تانية، ودين المحمدي وكرة تريزيجيه قوية في الزاوية الضيقة، وفرصة كبيرة مصري، لكن بادية حلو، يعني المباراة بادية حلو. محافظ بتتكلم على منديل، ركزين على هذه الجبهة، ودي كرة عرضية خطيرة، وحجازي يا ولد يا أحمد يا حجازي لسه كرة القدم المصرية، شال كورة روعة، بص هنا بقى بيحضروا في لو دايما لاعب أمام الحضري في هذه الكرة، الكرة تبعد ورأسية، لكن الحمد لله على طول يلعبها رومان سايس أمامنا هنا في اللقطة الماضية اللي سجل في مرمى توجو بالرأسية. شوف أمامنا الإعادة بينوعوا، كنا بنتكلم بيلعبوا دايما الركنيات على لاعب مروان داكوستا، عمل عرضية خطرة خطيرة الكرة في اللقطة الماضية، كرة خطرة جدا لمنتخب المغرب، كان ممكن يخطفوا هدف في اللقطة. شوف هنا كرة هو مروان داكوستا اللي تقدم قلب الدفاع وعدت الكرة ومرت من اللاعب رومان سايس، ومرة تانية بقى لازم التعامل، دي الكرة دي لازم تبعد أقوى من كده. أدي أمامنا علي جبر طبعا في منطقة صعبة، يا دوبك لمس وكرة يعني بتحف في أعلى العارضة من ناقة صلاح خد كرة حلوة، باليمين يا صلاح، هذه الفرصة معمولة حلوة قوي من عبد الله السعيد لمحمد صلاح، ومحمد صلاح جات له على يمينه وينقذها منير المحمدي، الكرة اللي بندور عليها تأتي هنا في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، فرصة محمد صلاح، انفراد في هذا الطقس، وادي أمامنا فيصل فجر، نبيل درار، يا عيني عليك يا حضري، الحضري حاضر، وفرصة هدف نبيل درار، والحضري يشيل كورة من خلال أداء رائع لحضري في هذه اللقطة. بص الكورة تعاملت مع فيصل فاكر، الجبهة الشمال ما زالت نقطة ضعف لابد أن نتعامل معها، تعاملت حلوة أوي، وأدي نبيل درار، ولكن بص شوف الحضري في هذه اللحظات عن طريق اللاعب أمامنا بصوفة، يسدد بصوفة، يعني كانت خطرة جدا، وادي كرة بصوفة اللي انتطرت، شوف الحضري اللمسة دي، الحضري شال كرة تانية بعد الكرة بتاع نبيل درار، شال الكرة، بص لمس اللمسة دي خلت الكرة في العارضة، السد العالي حاضر وبقوة، برافو عصام الحضري، لمسها ايه اطراف اصابعه، كل يشيد من الحضري، كرة من جانب اللاعب حمزة منديل في الجبهة الشمال، حذاري بالكرات العالية، علي جبر رأسية، هي دي الكرات الخطرة، منتخب المغرب في أفضل فتراته، والمنتخب المصري لابد أن يتعامل مع هذا الوضع، كوستا خطيرة جدا، الكرات اللي بتتلعب لنبيل درار،
مش ممكن بقى. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر يا كابتن كوبر؟ ادي امامنا ايه كوره من اللاعب فيصل فجر، ولكن عزيز محدوس لو عادها 100 مره هيجيبها على الاقل 99 ويضيع. ادي كوره ضايعه من المنتخب المغربي اللي بيقترب في هذه اللحظات. فرصه كبيره جدا من اللاعب محدوس من خلال عرضيه نبيل درار، ضغط من جانب المنتخب المغربي. امامنا انطلاقات نبيل درار، كرة عالية خطيرة، وادي الصراع، وكادت أن تكون الهدف الأول برأس أحمد حجازي. شوف أمامنا هنا أبو حدوس، علي جبر وحجازي وعدم تفاهم في الأفضل. أدي أمامنا هنا لازم بقى تريزيجيه يكون إيه يعني أكثر حدة في الرقابة مع أحمد فتحي على هذا اللاعب. وادي الكرة ترتطم في حجازي ولكن تمر بسلام وأمان. المنتخب المصري يعني نقدر نقول توفيق غير عادي في اللقطه الماضيه مع المنتخب المصري ومع عصام الحضري في هذه الكره اللي امامنا. ايه تلاقين عبد الله السعيد على القائم الاول. هي 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 يا كهربا، محمود كهربا، محمود كهربا، كهربهم يا كهربا، محمود كهربا ياتي بالهدف في وقت قاتل. كوفر دائما يلعبها صح، ولكن هنا التوفيق كان حليف كوفر، وكهربا البديل يسجل في هذه اللحظات. بص شوف كهربا عملها، عملها كهربا وفرح مصر كلها، فرحنا كلنا، فرح مصر يا كهربا. فك العوده، العوده فين؟ العوده في المنشار، وكهربا المنشار ياتي بهدف مصر الاول. كهربا يسجل، بص شوف كهربا بيعمل ايه؟ بص شوف كهربا، ادي الكره بتاعت عبد الله السعيد، وادي الاولانيه ورجعت له الثانيه ووسط الحصار. يضحك على احمدي ويضحك على منير كشوي، براسيه اولا تاتي في كوكا ثم تعود الى كهربا. كهربا يا كهربا دلعهم يا كهربا، حطها يا كهربا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.